بسم الله الرحمن الرحيم. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، القواعد الأصولية المؤثرة كتاب درس مزدوم الترامس بس يكين شباب يكين فصل يكيب تختقين كامس يكين فصل القواعد الأصولية المتعلقة بالعموم والخصوص وبالمطلق والمقيد. عموم خصوص مطلق مقيد قاعدة لارجة موضوع لارجة تعرف لي قاعدة لار إنك التفاصيل شوف حصل أوزا إنك التفاصيل يقول ما إشتا يعني يقول ما إشتا قاعدة بيرلجان كان أصدا إيه مهم فصل لاردان برهم شو أوزا خب التعريف بالعام والخاص وبالمطلق والمقيد برينش مبحث دائم الكريش قسمه مقدمة قسمه ولا ده تعريف أطلر خب التعريف بالعام والخاص. العام اسم فاعل من عم المضاعف. عام اسم فاعل ده أبدا عم فعل اسم فاعل مضاعف وأصله العامم فأضغمت الميم في الميم وهو في اللغة بمعنى الشامل لغة وزجعل وشادق معناص الشامل معناص. قال ابن فارس رحمه الله العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئا. العام الذي يأتي على الجملة دي أبتب الناس أنا حمس نقام رولادة لا يغادر منها شيئا بران الناس أسنا قالدر مئوزن أصيد شادق أفرط لادن بران الناس قالدر مسنا حمس نجعل دي اسم قيتلات دي أبتب. وهو في الاصطلاح اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. فخرج بقوله مستغرق لجميع ما يصلح له ما لا استغراق فيه كلفظ الرجل إذا أريد به معين فإنه لم يستغرق ما يصلح له إذ لفظ الرجل يصلح للدلالة على جميع الرجال. يعني ما يصلح له ده كان شو لفظ؟ وزيك علاش ممكن بغان حما افرادلارنى جملوچى لفظ دماقچى özü جملوچى لفظغا ام ديمز دياپتى يعني özü qaysı manoga işlatsaşlıkka yarasa şu manolarnı yoki şu astagi afrodlarnı hammasını jamlovçə bolsa bu am deyiladı. Lekin la istigraq bundan nima çıxıb getədi mustagriq deyişdən ma la istigraq fi özüçə amaydigan lafızlar çıxıb getədi bundan. Məsələn ar-racul ar-racul degan sözdən məlum bir müəyyən bir kişini gözdə tutsaysınız يعني ال نما üçün bolsa معهود بوسا بر عهد وشن بوسا بر معهود وشن بوسا بو فإنه لم يستغرق ما يصلح له وزي قيس معنى وشن قوي ليان بوسا شو معنى قد الله تقول وجه هم معنى وزي شكا ما يبت إذا لفظ الرجل يصلح للدلالة على جميع الرجال. أصل ده رجل ده هم كشي قاعد طلس إركي كشن هم سقا رجل ده يجب إشلا طلس شو لافزنا وجهتان أم لكن أنا معلوم بر كشي قد الله تقول ديان قبل إشلا تسيس وشي بيت أم بميدو. وخرج بقوله بحسب وضع واحد المشترك اللفظي بحسب وضع واحد تجانا عربلر برمرتقويجان شو معناه وشن برمرتقويجان تجانا بندن ما تشخ كتاده مشترك لفظي تشخ كتاده الذي يدل على معنيين بوضعين مختلفين چونك مشترك بوجان لفظلر اكتمانا قدر لا تخلديه لكن حرب التمانا جا عربلر الله خذ قويجان باسمنا. مثلا مثل القرء الدال على الطهر والحيض فإنه يدل على هذين المعنيين بوضعين مختلفين دجانا القرء كلمة نقلب طهر جيش لتامز دجان يلا القرء على أخذ حيز جيش لتامز دب على أخذ قول جان ديش هذا. وخرج بقوله أما مثلا أكرم الطلاب دسيس شو طالب الطلاب كلمة داجي جام سيغاسة حرب التطالب كألا أخذ قول بشكل مجان ده شو طالب لاجد الله تقول شو قول جان بولدوز حماس نجي على دبر وقت ده. وخرج بقوله دفعة المطلق وهو النكرة في سياق الإثبات كرجل ديبت فإنها مستغرقة ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة. دفعة ديجانا ديجان سوزمز بلان تعريفته دفعة ديجان سوزمز بلان مطلق نتشكر واردك مطلق إسا قطع مطلق بلاد نكرة في سياق الإثبات إثبات سياق ده نكرة كلمة كسا مثلا أكرم طالبا دسيس من أبو طالب نكرة سياق ذاك اللي يبت بو مطلق ديال هذا لكن أكرم رجلا دسيز مثلا ركشنا إكرام قد ديانا فإنها مستغرقة بيام استغراق قد الله تقل هذا أكرم رجلا ديانا كشد بنامنا ديانا
yoki akrim toliban desangiz tolib deb nomlanadigan o'sha sifat bilan sifatlanadigan har qanday tolibni nima qilsangiz bo'ladi, ikrom qilsangiz amrga bo'ysungan bo'laverasiz. Lekin istig'roqaha badaliyun deyapti. Lekin buni hamma toliblarni o'z ichiga olishi bu badaliy. Badaliy degani uni o'rniga bu tolibni, u tolib o'rniga bu tolibni nima qilsangiz bo'ladi, ikrom qilsangiz bo'ladi o'sha jihatdan. La dafa wahida degani bir vaqt o'zida hammasini o'z ichiga olmaydi. Masalan, deylik sinfda 30 ta talib bo'lsa, akrim taliban desangiz, 30 ta talibni hammasini o'z ichiga oladi shu lafz. Qaysi jihatdan? Badal e'tibori bilan. 30 tani har birini o'rniga boshqa birini tanlasangiz bo'ladi. Mana shu e'tibori bilan bu hammani o'z ichiga olyapti. Lekin bir vaqt o'zida hammasini ikrom qil deganimi? Shuni hammasini ikrom qil deb olay yo'q. Dufatan wahida emas, lekin omda akrim tullaba deganimizda hammasini o'z ichiga olardi. Bir vaqt o'zida shu 30 tani hammasini ikrom qil degan ma'no kelib chiqardi. Ammo mutlaqda unaqa emas. Shu daf'a so'zi mutlaqni chiqarib yuboryapti. Va xaraja bi qawlihi bila hasr dedik asma'ul adad. Ya'ni bittadan ortiq, ya'ni bir necha afrodlarga dalolat qilishi om lafzni cheklovsiz bo'lgan holda dalolat qilgan bo'lish kerak. Ammo cheklovli bo'lsa, bu masalan son sonlar bittadan ortiqga dalolat qiladi, lekin cheklangan bo'ladi. Bu om deyilmaydi. Masalan, fa innaha mutanabila li kulli ma yaslihu lahu. O'zini ostiga tushgan hamma narsani o'z ichiga oladi-yu, lekin ma hasrin, lekin hasr bilan deyapti. 10 tadan boshqasini o'z ichiga olmaydi. Akrim 10 tullab desa, 10 ta talabani ikrom qil degani bo'ladi, lekin undan boshqasini o'z ichiga olmaydi. Bu om deb aytilmaydi. Al khassu fil lug'ati, khass deganimiz nima? Ismu fa'il min khassa shay, xususan min babi qa'ada. Min babi qa'ada deganimiz qa'ada yaq'udu bo'ladi. Shunda khassa yaxussu, ya'ni odatda shu arab tilida vaznni, sulosiy mujarratni vaznini bayon qilmoqchi bo'lsa, 6 ta vazn bormi? 6 ta vaznni qaysi biridanligini bayon qilmoqchi bo'lsa, mashhur bo'lgan fe'llarni keltiradi. Masalan, min babi qa'ada desa, bilingki, ha, qa'ada yaq'udu bobidan. Demak, khassa yaxussu bobidan ekan, bilib olasiz. Doim shunaqa usulib qo'llashadi. Demak, ismu fa'il min khassa shay xususan min babi qa'ada xilafu amma. Xilafu amma degani bu nima? Ma'no jihatdan, ya'ni khassa degani ammani ziddi demoqchi, xilofi demoqchi. Va fil istilah huwa al-lafzu ad-dallu ala shay'in bi'aynihi. Muayyan bir narsaga dalolat qilsa, bir lafz bu xos deyiladi. Akrim zaydan desam bo'ldi, zaydni o'zini ikrom qil deyapti, bu xos deyiladi. Misol zalika zayd va amr va hada ar-rajul, masalan shularning hammasi muayyan bir kishiga dalolat qilyapti, bu xos deyiladi. Endi bu yerda daqiq emas albatta bu. Bu xos deyiladi-yu, lekin gohida om bilan xos nima bo'ladi, nisbiy bo'ladi. Nisbiy bo'ladi, ya'ni o'zidan yuqoriroq, o'zidan omroq bo'lgan lafzga nisbatan bu xos hisoblanadi-yu, lekin o'sha xos deyotganimiz ham muayyan bir kishiga dalolat qilmayotgan bo'ladi. Muayyan bir kishiga dalolat qilmayotgan bo'ladi. Masalan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Taloq qo'yilgan ayollarni hammasi dalolat qiladi, om lafz. 3 hayz o'tursin, deb saqlasin deyilayotgan bo'lsa, keyin va ulatul ahmali ajaluhunna yadana hamlahunna xos deb turib, uni nima umumni xoslayapti desak, shundan homilador ayollarni chiqarib, ularni iddasi homilasini qo'yguncha desak, albatta ulatul ahmali xos bo'lyaptimi? Lekin ma'lum bir nimaga dalolat qilyaptimi? Yo'q. Homilador ayollar ham ko'p-ku. Muayyan bir narsa emas-da, hadir rajulga o'xshab, zayd amirga o'xshab, lekin taloq qo'yilgan ayollarni ichida homiladorlari umumiy hammasini ichidan olib qaraganda xosroq bo'ladi. Xosroq bo'ladi. Unga ham xos deb aytilaveradi. At-ta'rifu bil mutlaqi wal muqayyad. Endi mutlaq muqayyadni ta'rifiga kelsak, al-mutlaqu fil lug'ati ismu maf'ul ma'khudun min atlaqa yuqalu atlaqa al-asira idha khalla sabilahu. Atlaqa qo'yib yubordi degani. Masalan, asirni qo'yib yubordi, atlaqa desa, shu qo'yib yuborsa atlaqa al-asira deyiladi. Qala ibn Faris rahimahulloh الطاء واللام والقاف أصل صحيح مضطرد واحد وهو يدل على التخلية والإرسال ومنه الطلق وهو الشيء الحلال كأنه قد خلي عنه فلم يحضر حلال نرسجيم طلق دب أيت الأركان جاه ده جوايا كي شخالي قوي قوي لده قيت على المجان نرسى درجة والمطلق في الاصطلاح ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه muayyan bo'lmagan bitta narsani o'z ichiga olgan lafzga aytiladi. Ma, ya'ni lafz, ya'ni lafzun dalla
ala vahidin gayri muayyen demakçıdır. Muayyen bulmayan bir tanarsanı üst çıkı aladı. Lekin bu cinsini kamrap alıcı hakikatini itibarı bilen. Üşen arsanı cinsini kamrap alıcı hakikatini itibarı bilen agende muayyen bulmayan bir tanarsanı üst çıkı aladı. خرج بقوله ما تناول واحدا الفاظ الاعداد المتناوله لاكثر من واحد عدد لفظları mutlak değilmesi kan çünkü bitten ölçülemedi bitteden köp 2 3 4 değilse mesela hakeza adet lafızları bitteden artık kadarla kıladı adet lafızları bu mutlak kirmeydi ve haraca bi gayri muayyen el maarif muayyen bu megan narsa kadarla kıladı yani lafız değişimizden maarifeler çıkıp getirdi maarife معين بالناس كده الله تقال هذا زيد ونحوه ديبت وخرج بقوله باعتبار حقيقة شاملة للجنس المشترك والواجب المخير مشترك بلان واجب المخير تشخبت هذا فإن كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه لكن باعتبار حقائق مختلفة مثلا قريلا حاضر عين دسك عين كلمة كوزجي يمشلت هذا بلقي يمشلت هذا Azı müşterek bir vaxt özde iki temana kadar Allah'a kımaydı desek. Bir vaxt özde tenavüle vahiden gayrı muayyen bul yaptı. Doğru mu? Ayn. Azı muayyen bulmadan bir tane arsanı özü çıkı al yaptı desek. Müşterek hem ya unge ya bunge de Allah'a kıladı. Ha? Lekin bu hem bir tane artık neresi kadar Allah'a kıyan bilen müşterek. Lekin hakikatler başka başka bunu. Ayn kökürücü köz bilen. Bulağ degen narsa, bu Allah da başka hakikatler, başka başka narsa. Lekin akrim taliben deseyiz, talip, muayyen bulmadan bitti narsanın özü çıkı alı yaptı. Muayyen bulmadan bitti narsanın özü çıkı alı yaptı. Yani on te talipten, hakla geneyin tenledi gene. Bitti, fakat bittesine ikram kı, lekin hakla geneyin tenledi gene. Bi itibari hakika şamileli cinsi de gene, lekin hakikati bitti, hemmesi talip. Degen hakikatte hemmesi müşterek. Lekin اشتري عينا دسيس ها اشتري عينا دسيس لكي ما انا شو جبت ايتسيز عين قيس ما نده نما قلنادي بلاخ ما ناس ديم ishlatiladi yoki bo'lmasa jasus ma nas ديم ishlatiladi shu اشتري عينا degan paytda ikkalasidan biriga dalolat qilyapti vahidan la bi aynihi deyishingiz mumkin lekin haqiqatlari ikki boshqa boshqa narsa ikkalasining haqiqat demak bu mutlaq deb ayta olmaymiz xuddi shunday vajibul muhayyaram chiqib ketadi shundan واجب المخير عذر بعض كفارات لرد اشتدان برن تنليس ويان بيتا بيتا نقل ديابت لكن معين ماس اشتدان برن تنلا ديابت شو بدمك ويان مطلق كان مطلق ديمز مدرسة يو مطلق كرمي دي ديابت ما جا لأن حقيقة باشكا باشكا بو عمل باشكا بو عمل باشكا بو نسوم من باشكا لكن أنت طالب تان برن أكرم طالب عند بعثام بو قيس برن بوسيام شو حقيقة بيتا بو طالب تقوي بنسن إكرام قسما بو طالب تقوي بنسن إكرام قسما حقيقة بيتا بون مطلق ديناس مثال المطلق مثلا مطلق مثال فتحرير الرقبة فلفظ الرقبة هنا تناول واحدا غير معين من جنس الرقاب هذا بقول أزاد خلاص كري دي الجان آياتا قل من شو رقبة سوزة بيتا أنا أزش قال يبتا لكن معين مس من جنس الرقاب وشا قل لارنا جنس دام بيتا سنة تنلا سيز بولد تنلا بأزاد خسيز بولد هو مطلق بولادة والمقيد في اللغة اسم مفعول من قيدة مقيد إسا قيدنا اسم مفعول قيد فيلنا اسم مفعول يقال قيدت الفرس تقييدا إذا جعلت القيد في رجله أياغة باغ مبالا بويسيز لما دي لاركا قيدت الفرس تقييدا دي بيسيز بولاد أياغة مبالا بويسيز قال ابن فارس رحمه الله القاف والياء والدال كلمة واحدة وهي القيد وهو معروف ثم يستعار في كل شيء يحبس محبوس بغن هم نرسك استعارة جهتا ما إشلات لذا يقال قيدته أقيده تقييدا ويقال فرس فرس قيد الأوابت أي فكأن الوحش من سرعة إدراكه لها مقيدة فكأن الوحش من سرعة إدراكه لها مقيدة أوابت أزن ميدة إنسان كوريان ده قشت جان يواي حيوان لرد أط شنو قيد ديابت يعني قوية كأط بلان شنو يتولاسس غالبا شنو شايف تجيب كيف بقول لك وحش وش أوابت وجان وحشي حيوان لر من سرعة إدراكه لها مقيدة ديبت فرس أنجا تيز يقرب يتوى أت تيز يقرب يتوى جان اللي جدان بقول لك أت كان نسبة هو بغلان جندك صفنات أت كان نسبة أت نيجرش كان نسبة مقيدة ديبت والمقيد
في الاصطلاح ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. معين برنارسان أزجي أسا مقيد ديمس ياكي جنسنا حقيقة دان أشق شبر صفات بلان صفات لنجان بوسا. مثلا أكرم طالبا دسيس بولد مانا شو جنس تاجي حركان ديكشن تعلم بكرام قسيس بولارد. لكن أكرم طالبا مجتهدا دجان صفات قسيس مجتهدا ديشيز بلان أنت هو موصوف بزائد على حقيقة جنسي. حقيقة جنسي هو طالب ده. بول طالب دجان لما تقبل سبول دي ده سيز مجتهدا ديشيز بلان يعني بتا قايد قشتيس ده أونه عمومنا يعني ده شكل ديس شيوع دي ده بولار إيش ترقق لكن يعني ده شكل بترب هم طلب لنا ماس طلب لنا أرسته فقط مجتهد بوجن لنا أزجة شكل بويديس من أبو مقيد دي لده مقيد دي لده. والمقيد في الاصطلاح طيب ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. مثاله قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وصف الرقبة بالإيمان شير ده من شو آياته أعزت قلنا دي نقول إيمان مؤمن بلش لغي شرط قلن ده تقييد قلن ده وذلك وصف زائد على حقيقة جنس الرقبة برقبة جنسنين حقيقة دان أشخ شبه جنب الصفات لأن الرقبة قد تكون مؤمنة وكافرة شنك قل مؤمن بلش ممكن كافر بلش ممكن. باب تاجي يكمل أبو فصل تاجي برينش قاعدة قاعدة كل تفيد العموم. كل أموم إفادة قلادي يعني حاضر أموم إفادة قلادي عادتا وأموم خصوص باب دا ولا مالا برينش وب أموم قد دلالات قلوش لحفظ لارن ذكر قلش هذا شو لاردان بري كل كل لحفظ أموم إفادة قلادي. طب صياغة القاعدة قال المرداوي رحمه الله من صياغ العموم كل كل بو أموم صيغة لاردان. المعنى الإجمالي للقاعدة إن من الصياغ الدالة على العموم لفظة كل وكي لفظة كل بل عدها جمع من الأصوليين من أقوى صيغ العموم بركانش أصولي ولا مالر بنا إين كشلي صيغة لاردان ديش كان أموم نفاضة قلادقان. ولذلك يبدأون بها في ذكرهم لصيغ العموم عادة أموم نصيغة لاردان بيان قلشت برين شوف ما نشو لحفظتان بخشلش هذا. يقول العراقي رحمه الله فكل أقوى صيغ العموم سواء أكانت مبتدأة بها نحو كل من عليها فان كل مبتضابس يعني برينش بخشلان يكيانبس أو تابعة يوكي طبيب بكسن فسجد الملائكة كلهم أجمعون فرق يوك أموم نفاضة قلادة. ومدلولها الإحاطة بكل فرد من الجزئيات كل معنى سنميكن جزئيات لارنا حرب فردا وزيك علشنا بالدرادة. فإذا قيل كل رجل ديلسا فمعناه كل فرد من الرجال حرب إركك شدقانا وهي تشمل العاقل وغيره والمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع. فلذلك كانت أقوى صيغ العموم من شو هي عقل قيام عقل بومجن قيام مذكر قيام مؤنث قيام مفرد مصنع جام قيام إشلت هذا شنشون إين كشلي صيغة لاردان خصبتان هذا وتكون في الجميع بلفظ واحد حما سدام برخل إشلتاس كل الناس كل القوم كل رجل يوكي كل امرأة إشلتو راس حربر أفراد لارنا أزجا جاملاش كده الله خلاص ده كل دسك شو كل رجل دسك حربر كش كل امرأة دس حربر عيال ده معنا ده. لكن بو قشان أجر نكرة إضافة قلنا سديل يبت شن خاشية كراسيلر كل نفس ذائقة الموت حربر جان ولم نتاتوش حربر سخجان باركان ولاده شو كل نفس حربته كش ده ما يقولش لقي خبر بيليبت ديمس أو أضيفت إلى معرفة وهي جمع أو ما في معناه كما في الحديث كل الناس يغدو يوكي معرفة إضافة قلن سيو معرفة جامبوسا يوكي جامن معنى سدبوسا وهم أمم نفاضة قلن كل الناس يغدو أخشش. وأما إذا أضيفت من أشهد كيت وبرلر أما إذا أضيفت لمعرفة مفرد نحو كل الجارية حسن أو كل زيد جميل فهي لاستغراق أجزائه ديت معرفة إضافة قلن بكسا ومعرفة مفرد بوسا بوشا مفردنا حما بولك لارنا وزشي قاقان بولاد وهم قد علت خميدة مثلا فكل الجارية حسن ديجانا چورنا حما سچراليه كان بتون تناس چراليه كان ديجانا وحما چورلار چراليه كان دي مخشماس كل جارية ديسيز فرق بار كل الجارية بلان شنان لغا الفلان بلان ايت سيز بو وشا بيت جاريانا بتون تناس مثلا چراليه دي مخشماس لكن كل جارية ديسيز وحر بر جارية ديجان دي بقلاس مثلا او كل زيد جميل ديسيس زيد معرفه ما معرفه دمك زيدنا حماسه شرالي كان ديغانا وزيدلارنا حماسه شرالي ديغانا ماس
bitta zaytni ma'lum bir zaytni hammasi degani. لا الاستغراق أفراده ديابت ولذلك يصدق قولنا كل رمان مأكول ولا يصدق كل الرمان مأكول لدخول قشره ديابت قالين كل رمان مأكول دي سيز بولادا حرب الأنار يلا ديان نرسا لكن كل الرمان مأكول دي سيز بوميدا أنارنا حمس يلا ورد دي سيز بوست بوستيام يلا ورد ديان بو وحالاً بوستي يلا ميدا أنارنا بو حق دا الله دا كم سبكي رحمه الله otasi nima yozgan alohida kitob yozgan ahkamu kul va ma alayhi tadul ahkamu kul va ma alayhi tadul degan kitobi shu faqat kulga taalluqli ahkomlarni bayon qilgan asarul qoida fil masail al aqidiyya endi bu qoidani aqidaviy masalalardagi ta'siri al masalatul ula birinchi masala fa'alul ibadi makhluqa bandalarni fe'li makhluq ya'taqidu ahli sunnati wal jamaa'a bi anna allaha khaliqu kulli shay khaliqu li a'yan al makhluqati wa dhawatiha وخالق لصفاتها وخالق لما يستر عنها من أقوال وأفعال أهل السنة والجماعة الله تعالى هم نرسن يراتوش سدبيت خط خلاده مخلوقات لرنا ذات لرنا يراتكن هم الله صفات لرنا يراتكن هم الله ولاردن صادر بولاديان سوز لر وفيل لرنا يراتوش سهم الله دبيت خط خلاده أفعال والعباد وفاعلون لأفعالهم حقيقة لكن بندلر هم أز فيل لرنا أز لر خلاده والله هو الخالق وحده العباد وأفعالهم لكن أشا bandalarini ham ularga ishlarini ham yaratuvchisi Alloh. Qala la laka ay rahimahulloh afa'alul ibadi kulluha makhluqatun lillah ta'atuha va ma'asiha. Bandalarning fe'llari hammasi makhluqdir. Xoh ta'ati bo'lsin, xoh ma'siyati bo'lsin dedilar. Qala shayxul islom taymiya aytadilarki, afa'alul ibadi makhluqatun bi ittifaqi salafil umma va a'immatiha. كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام الإمام أحمد ومن قبله وبعده حتى قال بعضهم من قال إن أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال إن السماء والأرض غير مخلوقة بندلارنا في المخلوق ماس ديگن لار خد أسمان يور مخلوق ماس ديگن كشن بلا مرابر ديش كان كان بأس علماء لار ومن أدلة أهل السنة على هذه المسألة قوله تعالى الله خالق كل شيء Alloh taolo hamma narsani yaratuvchisi dedi. Hamma narsani ichiga shu bandalarni fe'li ham kiradi deymiz. Va qawluhu inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar biz hamma narsani taqdir bilan yaratdik. Va qawluhu khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Mana shu oyatlarning hammasi shu e'tiqodga dalolat qiladi. Xo'p, bu masalani qoidaga aloqasi Qol ibn Abil Aziz rahimahulloh al-murod min qawlihi ta'ala khaliqu kulli shay' ay kullu shay'in makhluq. وكل موجود سوى الله فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما لكن هذا عموم جاء بندلان في لهم داخل ديبت ولا يخفى أن العموم المذكور في قوله رحمه الله مستفاد من صيغة كل وقال أبو حيان الأندلسي رحمه الله ولما ذكر تعالى الوعد والوعيد عاد إلى دلائل الإلهية والتوحيد وعد وعيد نذكر قلب الجاج ألوهيات توحيد جاء دلالة قلوجه موضوع قيد تذيبته فذكر أنه خالق كل شيء فدل على أعمال العباد لاندراجها في عموم كل شيء وأنه على كل الأشياء قائم لحفظها وتدبيرها فدل على أعمال العباد لاندراجها في عموم كل شيء شو كل شيء أصدق كرادة باندلعنا أمر لارديبت ويقول ابن القيم رحمه الله قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته عام محفوظ يبقى نقوم قايت لده خاص لما كان عام عاملر تخل بلده عام محفوظ وعام مخصوص وعام أريد به الخصوص مش كبير لده شو عام محفوظ يبتر برام برأفرات لر خاص لما كان بوسا وعام محفوظ ديمس وزن أمومنا سخلا بقالين أمومنا سخلا بقالين كان عام برام برأفرات لر تخصيص قلم مجان بوسا عام محفوظ دي لد دمك الله خالق كل شيء دي جان دبرام بالناس بارمك الله يرات مجان يوك دمك بو عام محفوظ دي لد المسألة الثانية إكنش مسألة مطلان قول الفلاسفة بقدم العالم في لصف لنا عالم أزل دان بار دي جان سوز جرد ديا چونك في لصف لنا عالم باش لنا شو يودي شده عالم أول يودي شده شو لنا سوز باطل لجي أنا شو قايدة بلان هم بلناد اختلفت الفلاسفة في قدم العالم فلسفة أزا عالمنا أزالدان بار يوليغي مسألة اختلاف قلش كان الذي استقر عليه رأي جماهيرهم المتقدمين المتأخرين
القول بقدمه filozoflarını aksarı yani hah aldıngı filozoflar bolsun hah keyingileri bolsun ular alamını kadim degen uyga kip nima qilishgan to'xtashgan shu qadim deyishadi va annahu lam yazal mavjudan ma Allah taala va ma'lulan lahu va musabiqan lahu g'ayra mutaakhirin anhu biz zaman deyishadi Alloh bilan birga azaldan mavjud deydi Alloh bilan birga azaldan mavjud مسابقا له غير متأخر عنه بالزمان دقنا وقتا الله تان كين بايدا بمجان مسابق دقنا الله بلان برقى أزل دم برابر برير روشتا بار دقن معنا دا مسابقة المعلول للعلة ومسابقة النور للشمس معلول علة يقندي برابر بسا يوكي نور شمس بلان يعني هيك كشان شمس كسا نور هيك ميديو Quyosh chiqdi degani nur chiqdi degani birla bo'ladi. Xuddi shunday Alloh taolo bilan nima olam qadimdan birga, azaldan birga deydi. Na'uz billah. Wa anna taqaddum al-bari alayhi ka taqaddum al-illati ala al-ma'lul wa huwa taqaddum bi-dhati war-rutbati la bi-zaman deydi. Ya'ni Alloh taoloni olamdan muqaddam bo'lishi zot jihatidan va rutba jihatidan muqaddam xolos, zamon jihatdan emas deydi. Zamon jihatdan emas deydi. Ka taqaddum al-illati ala al-ma'lul هو أول من عرف عنه من الفلاسفة أنه قال بقدم العالم هو أرسطو أرسطو تلبرينش هو بعد كان فلسفلار دانشو مثلا ديبته يقول الشهرستاني رحمه الله إن القول في قدم العالم أزلية الحركات بعد إثبات الصانع والقول بالعلة الأولى إنما شهر بعد أرسطاطوليس لأنه خالف القدماء صريحا وأبدع هذه المقالة على قياسات ظنها حجة ومرهانا فنسج على منواله من كان من تلامذته بعد إثبات الصانع والقول بالعلة الأولى دقانا يعني الله إثبات قلش علة الأولى دبلا الله كان إثبات إشلتش هذا صانع يوكي علة الأولى يعني الله إثبات قيانان كيين عالمنا هم قديم دبعيد شليك بوشا أرسطوطيل دم مشهور بغان ديابته ولكن عالدنجي قدماء نما filosoflarga xilofan go'yoki oldingi filosoflar buni aytmagan deyapti lekin birinchi bo'lib Aristotel aytgan deyapti abda hadihi maqola o'zi hujjat burhon dalilim bor deb o'ylab bir qiyoslarga suyanib shu gapni aytgan deyapti fanasaja ala min valihi man kana min talamidati undan keyin ortidan shogirdlari ergashgan deyapti qol va amma ahlul islam qatiba va ahlul milal al ukhra fiyattafiquna ala anna allaha khaliqu kulli shay amma ahlul islam وحتى باشقا دين إيجالا رحمنا ما قلش هذا الله تعالى أما نرسان يرات وجسد إتقاط قلش هذا ولا خالق غيره وأن كل ما سباه مربوب مخلوق بالضرورة وأن هذا العالم حادث بعد أن لم يكن بعالم يختن كين باربوغان بايدا بوغان دب إتقاط قلش هذا قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله ناقلا الإجماع على هذه المسألة وعلموا أرشدكم الله إن مما أجمعوا عليه رحمة الله عليهم على اعتقاده مما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونبههم بما ذكرناه على صحته أن العالم بما فيه من أجسامه وأعراضه محدث لم يكن ثم كان ديبت شو آخر ما نشو يعني إجماع قلنجا مسلر دنبر ديبت آخر ده خبر كلاد أن العالم بما فيه ديبت عالم حمس ون إجداك جسم لارو أعراض لارو محدث yo'qdan bor bo'lgan ya'ni maxluq demoqchi lam yakun oldin yo'q edi summa kana keyin paydo bo'lgan uni orasidagi jumla jumlai mu'tariziya qala shayxul islom rahimahulloh fa inna rusula mutwiquna ala anna kulla ma siwa alloh muhdathun maxluqun ka'inun ba'da an lam yakun laysa ma allohi shay'un qadimun biqidamihi wa annahu khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam al uqul as-sarihatu ta'lam anna al hawadith la budda laha min muhdithin butun payg'ambarlar ittifoq qilishgan deyapti allohdan boshqa hamma narsa maxluq كائن بعد أن لم يكن يخبب ترب كين بايدا بغان ليس مع الله شيء قديم بقدمه اللهنا أزال اللهنا قديم لغه بلان برابر قديم بغان برابر نرسى يوك وأنه خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة دائم بتون أسمان الله يروا عندك عرستك الناس لأن همس الله تعالى ألتكن دي يرد والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث لا بد لها من محدث أصلا عقل shuni anglab yetadiki ya'ni har bitta hodis bo'lgan narsani paydo qiluvchi muhdis bo'lish kerak ekanligiga aql bu dalolat qiladi bu narsaga deyapti qala rahimahulloh va zalika anna shar'a akhbara anna alloha khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa hadha mimma ittafaqa alayhi ahli al-milal al-muslimun wal yahud wan nasara ar-rubtu bayna al-qa'idati
والمسألة قال شيخ الإسلام رحمه الله كل ما سوى الرب حادث كائن بعد أن لم يكن وهو سبحانه المختص بالقدم والأزلية فليس في مفعولاته قديم وإن قدر أنه لم يزل فاعلا وليس معه شيء قديم بقدمه بل ليس في المفعولات قديم البتة بل لا قديم إلا هو سبحانه وهو وحده الخالق لكل ما سواه وكل ما سواه مخلوق كما قال تعالى الله خالق كل شيء. Demek manası şuna alıya veçhü delale şu yerde Şeyh-i İslam'ın sözü tügeydi veçhü delale enne kul fil ayeti min siyahil umum ayetteki kul lafzı umumun ifade kılıç sigalardan vel alemu dâkhilun fi hâdil umum alem hem şunu aslıya kiradı fe yekûnu mahlukan ve muhdeten kisairil mahlukat demek kagan mahlukatlar kebi bu hem mahsaplanadı mahluk saplanadı şu yerde benimce tasalsul masalasiga ozgina oydinlik kiritib ketsam. Chunki odatda Shayxul Islom rahimahullohga nima qilishadi? Ba'zi bir toifalar bu olamni qadim degan so'zni aytadi, xuddi filosoflar aytgan so'zni aytadi deyishadi. Eng katta xatolardan biri yengil qaralmaydigan, balki kufr bo'lgan so'zlardan biri, e'tiqodlardan biri nima deyishadi? Shayxul Islom rahimahulloh نوع العالم قديم عالمنا نوع قديم دي بيتكان حتى أهل سنة علماء لردن بعضلار شيخ الإسلام نمق صادن شو مستن شيخ الإسلام بنقول أخشاش مسألة لكرش مسألة لرد باشكا ديگن يبلان ايش كان إن ما دام كمان شو فلسف لرن عالم قديم ديگن ما شو مسألة مناسبة بلان منم چوشان بيان خفيت كان ورن لدي بلما ما ديگن تسلسل مسألة لكن شيخ الإسلام رحمه الله العالم قديم لكن نوع العالم عالم قديم ديجان سوز دايت مجان لكن نوع العالم قديم عالمنا نوع قديم ديجان بيت تنمان كذت هذا حرب المخلوق تان عالدن باش قبر مخلوق بار ومخلوق تان عالدن باش قبر مخلوق بار ومن عالدن باش قبر مخلوق بار وهكذا إلى ما لا نهاية ويعني نهاية سس أزل جتة نما شو حرب المخلوق تان عالدن مخلوق بار ده بيتقاد خلامز ما mahlukatların yaratılış noktası var diye itikad kılamız mı? Bana şu mesela. Şeyhül İslam rahimahullah ne diyenler? Karın ağzı bana şu çizik diyelik. Bana onu el-ezel desek bir ağı nihayesi yok. El-ebed diyelik. Yani ezel ne geçletiledi? Mazi geçletiledi. Ebed gelecek geçletiledi. Demek şu çizikni nihoyasi yo'q deylik azalgacha. Bu yog'i ham nihoyasi yo'q abadgacha. Ma'lum bir nuqtadan mahluqotlarni Alloh taolo yaratishni boshladi deydi. Masalan, ahli kalomlar va ba'zi ahli sunnalar Alloh taolo masalan hech narsa yo'q edi. Birinchi bo'lib masalan shuning uchun birinchi mahluq nima desa yo arshmi, qalammi ixtirof qilishadi. Birinchi mahluqni yaratdi, undan keyin falon mahluq, undan keyin falon mahluqni yaratdi deydi va hokazo. Şeyh İslam rahmetullah aytadılar ki yok Allah Teala Halık degen isimge azaldan haqli bop kigen azaldan Allah Teala haqli yani şu noktaya gelip Halık bop kalmadı şundayken dedi bundan aldın hem Allah Teala özünü kemalatını kürsetip kigen yani mahlukatla yaratıp kigen dedi öyle göreyim de bana şu noktadan aldın mutlaka nime yok idi hech qanaqa mahluqotlar yo'q edi desangiz va mana bu chiziqni nihoyasi yo'q deydigan bo'lsangiz bu degani Alloh taolo hech qanaqa ish qilmagan biron bir fe'l qilmagan degani deyishadi Alloh taolo bundan oldin ham mahluq yaratgan deydi bundan oldin ham mahluq yaratgan undan oldin ham ila ma'la nihoya desa ha deydi ila ma'la nihoya mahluqotlar Alloh taolo yaratib kelgan azaldan deydi mana shuni tasalsul masalasi deydi tasalsul masalasi Şeyh-i İslam rahmetullah nima qiladi? Şunu bundan aldım mahluk var, bundan aldım mahluk var ve hakeza deyip aytadi. Şu meseleni alıp bazılar demek alamını azali deyip aytgan, bu aynı filosofların sözü, bu küfür söz ve hakeza deyip nima qilishadi köpçilik. Şeyh-i İslam'ın ayıplaşadı, düşüngen, düşünmegen halatda. Lekin, karayın da, filosoflar bilen Şeyh-i İslam rahmetullah'ın sözünü farkı şundaki, mesela, bana bu azaldan bar bo'lib kelib
abadgacha davom etadigan zot Alloh taolo desak deylik. Alloh taolo desak. Mana bu esa masalan filosoflarning so'ziga ko'ra olam desak. Mana shu chiziq olam desak shu olamni boshlanishi yo'q deydi. Azaldan Alloh bilan birga musaviq dedi-ku. Musaviq bu paralel sifatda olamni boshlanishi yo'q deydi. Shu davom etib kelyapti deydi. Va abadgacha davom etadi deydi. Bu filosoflarning so'zi. Shunaqa, mana bu nima deymiz? Qavlul falasifa deymiz. Bu filosoflarning so'zi. Lekin nima? Shayx al-Islomning so'zi Ibn Taymiya rahmatulloh nima deydi? Qarang. Har bitta mahluqni boshlanishi bor deydi. Mana yaratuvchi Alloh tomonidan yaratilgan deydi. Boshlanishi bormi? Boshlanish nuqtasi bor. Qaysi bir qanchalik tepaga qarab chiqmang. Bundan oldin mahluq bor, bundan oldin mahluq bor desangiz, har bitta mahluqda boshlanishi bormi yo'qmi? Bor, ya'ni Allohdan sodir bo'lgan. Yo'qdan bor bo'lgan. Bu gap bilan bu gapda katta farqi bor. Tushunarlimi? Filosoflarning gapi aslo olamning boshlanishi yo'q deydi. Tushunarlimi? Qadimdan bor deydi. Lekin Shayx al-Islom rahimahulloh har bitta mahluqda boshlanishi bor deydi, Alloh tomonidan sodir etilgan deydi. Lekin ma'lum bir nuqtadan boshlandi demaymiz, balki undan oldin mahluq, undan oldin mahluq bo'lgan, undan oldin mahluq bo'lgan ila mala nihoya deydi. Bu degani azaldan mahluqotlar bor bo'lib kelganmi desa, bor bo'lib kelgan, lekin ma'lum bir mahluqot azaldan bo'lib kelmagan. Shuning uchun ma'lum bir qancha tepaga chiqmang, qaysi bir mahluqni ko'rsatmang, uni boshlanishi bor. Undan yuqori qancha chiqmang, uni ham nimasi bor? Boshlanishi bor. Hokim bitta ma'lum bir mahluqni ko'rsatib, mana shu boshi yo'q, nihoyasi yo'q Alloh bilan birga azaldan davom etyapti deb chiqmay aytolmaydi. Demak, navul alam qadim degani, mana bu olamdagi narsalarni navi qadim degani, qadimdan mahluqotlar yaratib kelgan degan ma'noda. Lekin har bitta mahluqda boshlanishi bor degani. Demak, bu bilan uni juda ham katta farqi bor. Bunda nima kufr bor? Ya'ni Alloh taolo undan oldin boshqa mahluqotni yaratgan bo'lishi, undan oldin boshqa mahluqot, har bitta mahluqotni boshlanish nuqtasi bo'lishligi nima? Qanaqa kufr bor bu yerda? Mana bu siz haqiqatan kufr deb ayta bilasiz, chunki Alloh bilan birga azaldan ma'no olam bor deb e'tiqod qiladi filosoflar. Mana bu esa kufr. Keyin Shayx al-Islomni ataylab mana bu hozirgi masalada nechta 3tami naql keltirgan bo'lsam, hammasini Shayx al-Islomdan keltirdim. Sababi ochiq aytibdi. Har bitta mahluqda boshlanishi bor deb. Yo'qdan bor bo'lgan deb aytilyapti. Tushunarlimi? Demak, bu bilan bu so'zni yer bilan osmondagi farqi bor. Bunda hech qanday kufrni taqozo qiladigan biror bir narsa yo'q deyiladi. Alloh alam. Biz ko'rib turgan mahluqotlar deb nima qilgan? Shuning uchun jina nas'aluka an avvali hada al-amr deb keldi. Demak, hada bu hozir biz ko'rib turgan nima? Lekin biz ko'rmagan, biz bilmagan mahluqotlar bor deydi. Shuning uchun kan Alloh va lam yakun shay'un ma'hu degan so'zni zaif deydi. La shayx al-islam va lam yakun shay'un qablahu deydi. Mana bu lafz sobit deydi. Allohdan oldin ilgari hech narsa yo'q, lekin ma'hu deganda bitta mahluq azaldan Alloh bilan birga degani emas. Mana hozir tushuntirib berganimizdek, azaldan mahluqotlarni yaratib kelgan har bitta mahluqotda boshlanishi bor. Biron bir mahluqotni qo'lingizga qo'yib, mana shu Alloh bilan birga azaldan bor ekan deb ko'rsata olmaysiz. Tushunarlimi? Demak, bu bilan buni katta farqi bor. Xo'p, menimcha shu yerda to'xtatamiz, bu keyingi masala uzunroq ekan. Subhanakallohumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.